يأتي هذا الدعم المقدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للاجئين السودانيين الذين أجبرهم الصراع الدائر الآن في السودان باللجوء إلى تشاد. الأمين العام بولاية والداي بكر حسين ديديجي برفقة محافظ محافظة أسونجا اللذان وقفا على أحوال اللاجئين السودانيين بقرية كفران الواقعة شمال شرق مدينة أدري للإشراف على توزيع الدعم المقدم من قبل مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من دولة الإمارات العربية المتحدة. نظرا لبرنامج منظمة الأغذية العالمية فإن الدعم سيوزع للشرائح الضعيفة من اللاجئين المتمثل في المؤن الغذائية وجوالة الأرز والغلال وباقات الزيت. وأشاد ممثل برنامج الغذاء العالمي لدى تشاد بيير هونريه للجهات الداعمة بهذا العمل الإنساني الذي قامت به. الأمين العام لولاية والدائي شكر مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مضيفا بأن جهود برنامج منظمة الأغذية العالمية للإشراف وتوزيع الدعم للاجئين. وناشد الأمين العام لولاية والدائي المنظمات العاملة في المجال الإنساني المقيمة بتشاد تقديم مزيد من الدعم للاجئين السودانيين، كما أثنى على جهود المحافظ والسلطات الإدارية المحلية بقيامهم بالواجب والعمل معا لإغاثة هؤلاء السودانيين الذين أجبرهم الصراع باللجوء إلى تشاد.